بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعلمنا في المرة السابقة إزاي نرسم الفلو نت، إزاي نرسم الفلو لاين، وإزاي نرسم الإيكو بوتنشال لاين. السؤال دلوقتي، إحنا ليه بنرسم الفلو نت ديت؟ إيه الهدف بتاعنا من رسم الفلو نت؟ فإحنا هنستخدم uses of flow net، بنستخدمها في إيه؟ تعال نشوف حاجة حاجة كده بنستخدمها من الفلو نت. أول حاجة، أنت رسمت فلو نت، كويس، ادي الفلو نت انت رسمته. اول حاجه لازم تحسب السيبج ديسشارج، يعني كميه الميه اللي هتمشي من هنا لهنا، عباره عن كيو بتساوي ايه؟ كي دي معامل النفاذيه، في اتش في ان اف على ان دي. كيو ده اللي هو السيبج ديسشارج، ممكن يبقى متر مكعب على الايه السكند بير متر، عشان هي في الاتجاه الثاني 1 متر. اتش الماكسيمم توتال هيد كوزنج فلو، which is the last gradient during the mean water trip through the soil at equal stage، ده بيبقى بالمتر. كي طبعا الكوفيشن اوف بيرميبيليتي. هي بقى المشكله في الان اف والان جي دي اللي هنجيبها من الرسمه، اللي هي النمبر اوف فلو شانل، فلو شانل وليست فلو ايه، وليست فلو لاين، ونمبر اوف هيد دروبس، الدروبس اللي بتحصل. ماشي، ساعات بنسمي الان اف على الان جي ده بيسموه الشيب فاكتور، وده ثابت غالبا. يعني في المساله بتاعتنا لو نفتكرها، لاحظ كده، انا هبتدي عدد الفلو شانل قد ايه، دي كلها كده اسمها فلو شانل، شايفها من اول هنا لهنا، دي شانل اهي، يبقى عندي شانل واحد وادي اثنين وادي ثلاثه. واحد يقول لي اربعه، اقول له لا، ما هي دي برضك مش كامله قوي، عشان كده لما بحطيتها حطيتها كام؟ ثلاثه وثلاثه من عشره. عشان كده انا قلت لك في الاول خالص او في المحاضره اللي قبل السابقه ان احنا ممكن يبقى العدد بتاعي ايه؟ كسر، ما فيش اي ايه؟ مشكله. طيب الان دي بقى، خلي بالك ان هنا، لاحظ ده كده، الخط بتاع الايكو بوتنشن ده فيه الضغط بتاعي اللي هو الاتش الاولاني. ماشي، هنا بيحصل دروب في الاتش بتاعتي، يعني الحته دي كده اسمها دروب، دي كده دروب 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 دروب. شفت هنا اهي، دي كام؟ احنا عندي هنا الاتش، لو كانت قيمتها هنا موجوده في اتش، ف7 على 8 اتش، ده اللي هو الايكو بوتنشن ده. اي نقطه عليه هنا قيمتها 7 على 8 اتش، اي نقطة على 8 6 على 8، هنا 5 على 8 4 على 8 3 على 8 2 على 8، فاهمين ازاي؟ ده 1 على 8 مش 2 على 8، ده اخر واحد بصفر، ما لقيتش هنا بصفر، فاهمني ازاي؟ فحصل دروب قد ايه؟ حصل 8 زي ما انت ايه شايف، عشان كده ال ان دي بكام؟ ب 8. طيب نيجي بعد كده لمين؟ للحاجة التانية، ديترمان التوتال هيدروليك هيد اللي هو الاتش ات اني بوينت، عايز احسب الضغط عند اي ايه؟ نقطة. طبعا اسهل حاجة ان هي تبقى عند مين؟ عند الخطوط اللي احنا عملناها ديت، عشان دي بقت 7 على 8 اتش وهكذا، وهنا 6 على 8، لكن لو جات لي نقطة هنا مش مشكلة، اعملها نسبة وايه؟ وتناسب. فهي عبارة عن ايه الاتش عند اي نقطة؟ عبارة عن الاليفيجن هيد، الاليفيجن هيد بتاعتي دي، زائد البريشر هيد، البريشر هيد اللي هو ده كله، يبقى ده ناقص دوت هيطلع لي القيمة ايه بتاعتها. طيب ايه اللي بعد كده؟ عشان نجيب ال H we get the total head at any point H، ازاي؟ عبارة عن ال H total بتاعتي ناقص N في دلتا H، حيث ال H maximum total head causing seepage، number of drops before النقطة اللي قبليها، ودلتا H اللي هي عبارة عن ال H على ال N mean G. فأنت لو عندك خط أولاني ده في كام دروب قبليه؟ واحد. دلتا H اتفقنا إن هي بتساوي مين؟ H على مين؟ على ال N G. خلاص، يبقى دي فيها دلتا اتش واحده ودي دلتا اتش واحده ودي دلتا، يبقى لو عايز اجيب عند النقطه ديت بتساوي اتش اللي هو الضغط كله اللي هو ده ناقص مين؟ ناقص كام واحده؟ واحد اللي هي الان في مين؟ في الدلتا اتش ايه بتاعتي. يبقى انا في الحاله ديت اقدر اجيبها اتش ايه اهيت، طبعا طلعها في الاخر اللي هي الاتش دي عند النقطه الاولانيه دي ما فيش مشكله يعني، لكن عند الخط الثاني بص طلعها اتش ناقص واحد في دلتا اتش، اتش ناقص واحد في دلتا اتش. طيب عند التسعه ناقص زد، طبعا عشان الزد بيطير مع بعضه، فبتطلع لي في الاخر 9 اتش ناقص 9 مين في دلتا اتش، يبقى انا اقدر اجيب الضاغط او التوتال هيد، بيسموه التوتال هيد عند اي نقطه عندي. طيب هل دي هي الفوائد الوحيده للفلو نت؟ لا، لسه في فوائد هناخدها في المره القادمه ان شاء الله. شكرا